صاحبي يلقاها في القهوه نتاعهم غادي. لو تلعبي تضحك عليا انا معناها. قال لي يا بهيم نحب نفرك ام عليك. وليت نطلب في السماع. العامله انا ما عملت لا يدي لا عملت لا يدي لا ساقي. 500 بخلافك الحوايج نتاع 150 250 صبابط سنين. عندي صاحبي كنت نخدم انا وياه توا. ديما الحق ديما نمشي انا وياه كل شيء معناها في بس نمشي انا وياه فهمت؟ اي وقت ما يستحقني يعاوني يقول لي وقت ما يستحقني معناها يطلبني انا كل شيء. قلت له راني انا اخوك وصاحبك وكل شيء معناها. ونخدم في الشهريه معناها في تحكي بلاصه معناها الشهريه نتاعنا قويه شويه فهمت؟ صاحبي هذا يقول لي راهو بابا عنده قرض معناها يخلص فيه فهمت؟ كل شيء معناها وين يطلبني يقول لي شري لك الحاجه هذيك وشري لك الحوايج وسلفني فلوس وكل شيء فهمت؟ نعطيه انا كل شيء معناها خاطر هو صاحبك ولا زميل خدمه؟ زميل خدمه وصاحبي وحاسبك اخويا بالضبط. قداش عندكم صحاب مع بعضكم؟ بس توا معناها 6 شهور عديت فيه ثقه كامله. 6 شهور وتسميه صاحبك صاحبي صاحبي خاطر انا من بالعشره فهمت؟ معناها اي حاجه يطلبها من عندي نمدها له معناها بين غير حتى شيء خاطر هو ابوه عنده قرض وشنو انت تودو لكن هو شنو عمل لك؟ غدرني في الاخر. كيفاش غدرك؟ قال لي انت لك صاحبي لك خويا ولا حتى شيء. قلت له ما يسالش مادام انا مانيش صاحبك كل شيء. قلت له شو عملت لك؟ انا عملت حتى شيء ما قلت له حتى شيء انا الحقيقه مادام قلت له ما يسالش مادام انت واستحقيتني مره. قلت لك اعطيني قلت لي اعطيني جي نهار قلت لك ارجع لك الفلوس هذيك. قال لي لا ما رجع لكش فلوسك. لا يعني لك منها لك منها لك من صاحبه لك من الفلوس. هاي كل صاحبي ربي يهديك كل شيء ان شاء الله ربي يهديك راه ما يدوم حال كل شيء. قداش خذي لك فلوس؟ قرابة نص مليون ولا اكثر. نص مليون 500 هاي بخلافك الحوايج نتاع 150 250 صبابط سنين كل شيء. فين حاسك باش تبكي؟ ها؟ في الطبيعة خاطر الغدرة خايبة الحق. أنا مش شكاك أنا قلبي وجعني وكي هو خاطر اللي تعمل فيه الخير ما ي... 500 ألف خلفتك على ربي وكي هو أوكي كان لك درس معناتها مع هو باش ما عادش تسلف فلوسك للي يجي ما عادش تعتبر اللي يجي صاحبك معناتها مش أي واحد يقول لك كلمة حلوة معايا راهو صاحبك. ربي يهدي كل شيء يا اختي كهو باش نعمل كهو نقولوا له ثما كان ربي وكهو النهار يا اخي باش تحاسب انت وحدك على الفلوس اللي هزيتها. مازلت تحبوا يرجع لك 500 قاش عنده اخذها؟ لا لا قاش عنده من اخذها؟ اخر مره قبل تقبل رمضان بعدها قال لي ما عادش تقابلني جمله ولا عاد تكلمني ولا تدور بيا هكاك ما انت لا طحله دزوه قام وحده وحده قال لك هكا مادام انا مكشخ هو كلوبيستي فرجت على الماتش الليل نهار اللي خسرت الاسبيرونس. علاش تبكي تو؟ نهار اللي خسرت الاسبيرونس خاطر قلبي وجعني الحق يا مدام عاش النجم. قلبي معبي على الاخر الحق. نهار اللي خسرت الاسبيرونس انا تغششت وقتها. قمت غدا الصباح معناها كلمني هو انا ما نخدمش وقت هو يخدم. مش كلمني قال لي راني نحب قال لي صاحبه ولا شنو هو انا يعرفني مغشش كي تخسر الترجي نعرف قد هي باش نتغش. كلمني صاحبي قال لي قال لي باسمي؟ قال لي يا بهيم. يا بهيم علاش قال لك هكا؟ قال لي يا بهيم نحب نفرك ام عليك. قلت خويا صاحبي لكن راه مش وقته معناها انا تعرفني بغش حتى راجل مش وقته. قال لي برا نهارك زين. قلت له حاجه انا عيب. قلت له ما ثم شيء. قلت له خليت عدى النهار خليت عدى النهار هذاك ومن بعد احكي ما تحب. قال لي نهارك زي من نهارتها لتوا ما عادش لا يكلمني لا حد شيء. صرت وصلت بحثية معناها وليت انا كي انا مانيش غلط وليت نطلب في السماح على العامله انا ما عملت لا يدي لا عملت لا يدي لا ساقي. هو ما ساعة نجم نسموه تنمر عليك وما عندوش الحق يتنمر عليك هذا دو بخيمو دو سكوندو معناتها بعد اللي عملته هذا الكل وفوق منها يحاول باش يسبك وزيد فوق منها يقص الصحبة معك الصحبة
معناتها هذم كلهم ما ريتهمش اشارات حمراء انك تفسخ علي. ما دام انا حسبت خويا وصاحبي هذاك بعد فوق بالقرض اللي ما فماش منها الحكايه جمله. ما حسيتش معناتها في وقت من الاوقات اللي هو استغلك. اللي وليت نعرف شنو هي ثم وشنو ما ثماش، حب قصه ولا حلاقه وكل شيء. والله ما دام وصلنا لحوانت تاع البرشكا هذاك. وحوانت خلال المغازان وقت يدخل الباك يعمل لي وقت يقتل الواحد يدخل الحوانت نتاعنا. تقول خويا ذاك راهو غالي شويه معناها اصبر شويه تو ناخذ لك انا ما دام انت عندك قرض وكل شيء تخلص فيه تو نصبر عليه شويه ناخذ لك. لا يعمل لي عركه في الحوانت في الحانوت هذاك وانت طرشني وانت مش صاحبي وانت شنو شنو شنو. ما دام وصلت مع ذاها انا نعرف بوه سامحني بوه انا راهو عاملك مصروف ها؟ عاملك مصروف. انا وصلت لبوه نعرف بوه على الاقل. بوه ناس طيبه وناس مليح وكل شيء. والله ما دام انا من قفصه مانيش من هنا. انا من قفصه مانيش من هنا. ساعات دارنا يبعثوا لي قضيات نقول لهم شنو ابعثوا لي بزايد على خاطر شنو على خاطر مش نقسموهم انا وياه. والله يبعثوا لي في كل شيء الدنيا كلها يبعثوا بهاد. قلت له خويا هذاك راه غير مزيه رسالة صاحب نقول له ربي يهديه كل شيء. انا وصلت نسيت حاجه ما قلتلكش اللي وصلت مره وهو يسكن في الباصه ما نحبش نذكرها يعني. مشيت نطلب في السماح بعد صار هذا كله طلبت منه السماح شو يعمل لي؟ قالك مع الصحاب ومشي طلب السماح. اي شنو قال؟ شنو مسح بيه القاعه مسح بيه القاعه في القهوه نتاعهم غادي. اللي هو العباد تضحك علي انا معناها. انا تو مش هكاك انا قلبي وجعني على خاطر خاطر هنا هكاك معناها طيب على الاخر ما نحبش نقول طيب على الاخر ما نحبش نشكر روحي خاطر هنا هكاك. ما عليه قلت له عليه هم ربي عليه هكا عليه تعمل العباد هكاك. انا شو عملت لك الزح راهو عمل لي مشكله علاش انا شو عملت؟ عملت حتى شيء ربي يعلم شو بيا صح عليه هو كان جايب الحق صاحبك ما يعملش هكاك عليه مادام والله تشهد علي البنك هذيك هاي بنكتي انا هنا ساعات انا نسكن في باب لافاهيت ساعات يكلمني يقول لي خويا راني في البنك هنا اجا اجا خذي صباط ولا شنو اي نمشي ناخذ نسحبي القاعه في القهوه نتاعهم غادي. لوات العباد تضحك علي انا معناها قال لي يا بهيم نحب نفرك كم عليك وليت نطلب في السماح العاملة انا ما عملت لا يدي لا عملت لا يدي لا ساقي 500 بخلافك الحوايج نتاع 150 250 سباب سنين.